السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وجولة جديدة من جولاتنا في اسطنبول. تودينا النهاردة فين يا دودو؟ هوديكم الجولة اللي انتوا كلكم بتحبوها وبتطلبوها مني كل اسبوع، وهي جولة في البازار التركي او السوق التركي. طبعا زي ما انتوا شايفين المطرة بتمطر، وما شاء الله على الجو. انا خدت الشمسية عشان خفت المطرة بتمطر، وما بيكون في مطر شديد التندات بتتملي بتاعت السوق وبتبهدل الدنيا وبتنزل على الناس كده تش مرة واحدة، فربنا يستر ونكمل الجولة بتاعتنا على خير. السوق بتاعنا بيفتح من الساعة 7 الصبح، بيبتدي رصوا البضاعة لغاية 7 بالليل قبل المغرب. هنا العربيات بتركن، هنا بتاعت البضاعة بتاعت الناس، وهنبدأ بقى السوق من أول هنا. المشايات ديت أنا سألت عليها، الواحدة ب 300 ليرة، ناعمة وحلوة ومساحتها حلوة يعني مش صغيرة. السوق فيه كل حاجة كل حاجة. السوق بتاعنا بيكون يوم الأربع في منطقة الفاتح، سوق كبير جدا جدا، فيه ما شاء الله كل اللي يجي على بالكم. هنا بتوع الخضار والفاكهه لسه بيوضبوا حاجتهم اهو زي ما انتم شايفين، والصناديق بتاعتهم لسه محطوطه، كله بيرص حاجته. الوقت ده كانت الساعه 10 الصبح، فهتلاقوا ناس فرشه وناس لسه بتجهز زي اللي في وشنا دول كده، كسلانين شويه فلسه ما فرشوش حاجتهم. اشهر حاجه في السوق طبعا، او من اشهر الحاجات، المخللات التركيه زي ما انتم شايفينها كده. الخضره دي الطماطم الخضره، ودي قته اللي وراها، ورق العنب طبعا في سوليا، وفلفل، ودي المفروض فاكهه بس انا مش عارفه اسمها ايه، وجزر بقى وقتة وكرومب وجميع انواع الفلفل، وفي بنجر اهو. الفلفل هنا انواع كتير قوي، بس من ريحة المخلل تبصوا تعوزوا تشتروا، زي اول ما تشموا الريحة عايزين تشتروا خلاص. طبعا اللي شفتها دي شنط المدارس، المدارس بدأت بقى لها يومين، بدأت يوم 9/9/2024. اليوم ده كان 11/9 وكان يوم الاربع بالظبط، يعني انا جيت من السوق سجلت لكم الفيديو، شفتوا النشاط بقى اللي انا فيه، سامحوني لو انا بتاخر في الفيديوهات، والله عندي فيديوهات كتير على التليفون عايزه بس تتمنتج، بس سامحوني بقى لو انا بتاخر عليكم. عاديني بقيت نشيطه اهو، ورحت السوق وجد سجلت لكم الفيديو على طول. في بعض الناس حطت حاجات شتوي، وفي لسه حاطين الحاجات الصيفي. هو الجو حلو الحمد لله معتدل، حتى لو المطره مطرت، وكانت في الاسبوع اللي فات ورعد ومطر شديد جدا، نزلته لكم فيديو شورت، كان الجو مش بارد يعني مطر بس الجو مش بارد. هوريكم بقى الموديلات عند هنا. الفساتين دي في الوان منها كتير، وفي دانتيل على ايدها كده ونازله على واسع بقى، مريحه جدا في اللبس. والفستان برضو اللي كتير منه هنا في السوق اهو ب 350 ليره، وفي الفستان الزيتي ده برضو في منه الوان كتير. دي قطقم على بعض بيكون كده، ومعها بنطلون، البلوزه بيضه وعليها اللي فوق، وبعدين عليها البنطلون بتاعها. الفساتين كلها اللي في الوش دي زي دول بالظبط كده. الخامة بتاعتهم ناعمة وحلوة ومناسب جدا للصيف، مبيحررش بصراحة وحلو، وألوان بقى كتير وأشكال كتير منه، كل المقاسات موجودة من أول 350 في 450 في 550. زي ما انتوا شايفين السوق فاضي وهادي ورايق، وسوا أحلى حاجة تنزلوا بدري. بس في الخضار والفاكهة بتكون الأسعار الصبح أغلى من بالليل، يعني بالليل بينزلوا شويه كام ليره كده في الحاجه، عشان طبعا عايزين يبيعوا ويخلصوا ويلموا حاجتهم، بس ما بتكونش الحاجه وحشه، يعني مش اخر السوق ان الحاجه تكون بضاعه بايظه بقى والحاجات دي، لا زي هي زي بتاعه الصبح بالظبط، بس بينزلوا الاسعار شويه. ده لسه بيفرش اهو برده كسلان حبتين. يا رب يوسع الناس كلها ويرزقهم يا رب ويفتح عليهم. ده برده عنده موديلات اهو. وهنا الاسماك بقى، الاسبوع اللي فات كان اول اسبوع ينزل السمك في السوق، ما عدا بياع واحد بس الموجود طول السنه، لكن في فتره في البلد هنا بيمنعوا الصيد، وما بيكونش البياعين بتوع السمك واقفين في السوق، لكن كل حاجه موجوده في السوق ما عدا طبعا الفراخ واللحمه، لكن السمك موجود، الجبن موجوده، الخضار وفاكهه، اي حاجه بقى تيجي على بالكم. في سمك التونه ده اللي كانوا حاطين عليه السعر فيه ب 80 ليره الواحده، وفي ب 100 ليره الواحده، والدنيز والقاروص ب 240، وفي ب 250 ليرة للكيلو. الكيلو لو عايزين تحسبوها بجنيه ونص مصري تقريبا. هنا بقى اشكال الجبنة التركي اهي، ساعات بقى، هدوم، ستاير، سجاد، كل ده هنشوفه مع بعض في الفيديو. وهوريكم برضو حاجات الشتوي اللي نزلت، اشاربات طبعا، ادوات مطبخ، شوزات، شنط، وفي على فكرة مكان لقماشات، وفي كلف والحاجات الدانتيل والحاجات بتاعت الناس بتحب تخيط، موجود برضو في مكان في السوق لدول. هنا منتجات تبروير في عند الراجل ده لسه بيكمل فرشة اهو، طبعا بتاع مخلل تاني. هنا دي حاجات بالاحجار كده بتتعمل اكسسوارات،
تيشرتات رجالي كلها اهي، اشكال بقى والوان ومقاسات. الميزه ان كل حاجه محطوط عليها السعر. هنا الشوزات بقى التركي، الاسعار بقى بتتراوح يعني من اول 500 600 1000 1500 حسب الشوز. هنا بقى دي كانت فوط اللي فاتت دي. هنخش بقى من الشارع الضيق ده، وده عنده بندانات جميع الاشكال وجميع الالوان. كل واحد معروف مكانه يا جماعة، وفي السوق وليه علامات في الارض كده بيقعد بيفرش عليها، يعني محدش بيقعد مكان حد، مش اللي يلحق، لا كل واحد ليه مكان باسمه، وفي خطوط في الارض كده بيضة بيكون كل واحد، لو انتوا شايفينها اهي في الارض، كل واحد عارف مكانه بيقف فيه زي اهو، بصوا الخطوط دي. وقدام البيوت بيكونش فيه فرشين، بيسيبوا مسافة للي داخل البيت. دي قطقم ملايات، الوانها حلوه جدا بجد، الوانها كده حلوه وهاديه و يعني مفرحه بس هاديه في نفس الوقت. كان الطقم ب 450. هنا لقينا ده نازل في السوق برضو، المره دي اول مره اشوف الموديل ده ب 200 ليره، في منه الاسود والابيض والرمادي. ودي اللي قدامنا دي ب 50 ليره اي واحد. دي برضو الملايه الاستيك اللي هي مبرومه دي، والبلايات بقى العادية وكفرات اللحفة والمفارش بتاعت السراير. ده شكل السوق. طبعا انا قلت لكم الساعة كانت 10 الصبح، فالناس اما بتكون عايزة حاجة بقى هتلف عليها، وانا من ضمنهم بنزل بدري، لكن لو هجيب خضار وفاكهة بس بحاول انزل يعني اخر النهار على الساعة 5 الساعة 6 كده. تيشرتات، هنا اي تيشرت ب100، دي توك كان ب7.5 التوكة، معرفش دلوقتي كانت بكام، ما سألتش عليها. ودي بيجامات للبيت، الاشكال اهي. حاولت اصور لكم اكتر من حاجه، يعني صورت لكم السجاد وصورت لكم ملابس والخضار وفاكهه برضو، هنشوف جزء منه كده على السريع، والزيتون بقى والجبنه والحاجات الحلوه دي. هنروح برضو عند المكان اللي بيبيعوا فيه الاكل، وهوريكم برضو الحاجات هناك، منتهى النظافه ومنتهى، بصوا منتهى الجمال، طازه حلوه قوي. اللي قدامنا ده بتاع الشاي، ربنا يوسع عليه يا رب، طول النهار بيلف كده على البياعين بقى اللي عايز شاي، ساعات بيكون معاه نسكافيه، ساعات بيكون معاه سندوتشات، عشان البياعين يعني يحبوا يشربوا شاي وكده. اشهر حاجه عندهم هنا السميت والشاي التركي، طبعا دي اشهر حاجه بتلاقوها. وفي الميادين بقى بيكون الذره وبيكون الكستانه والذره المشويه او الذره المسلوق اللي هو الحلو الاصفر. دي بناطيل بس بتتباع كده من غير طقم عليها، بنطلون بس. في الواحد بيبقى ب 100 في 125 150. دي فوط كلها تشكيله اهي بشاكير، ودي قمصان رجالي كلها. في ناس ما فرشتش اهي، لسه بتفرش يا جماعه اهو. بس الشوارع الصبح بتبقى رايقه رايقه وهاديه كده وجميله. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، انتوا الوحيدين اللي بتبقوا واقفين عند البياع، تنقوا براحتكم يعني. وانا مروحه كانت الساعه 11 او 12 كان السوق بقى الزحم خلاص، لكن وقت الساعه 9 كده لغايه الساعه 10 بيبقى الجو حلو والسوق حلو فل. دي حاجات شتوي نزلت اهي، اوريكم بقى اشكالها. الموديل ده في منه الرمادي وفي منه البطيخي ده، ايوه اللون ده، تقريبا ب 350 القطعه. ودي برضو نفس السعر، هي خامتها مش شتوي قوي بالنسبه للشتاء بتاع اسطنبول، بس ينفع الشتاء بتاع مصر حلو يعني، او خريفي يعني، عندنا هنا في اسطنبول اللي نلبسه في الخريف بس، لكن الشتاء الجامد طبعا ده ما ينفعش خالص وما يحوقش، يا اما تلبسه بقى عليه جاكيت مبطن كده فرو يدفي. في البلوزه دي برضو كانت بنفس السعر 350 ليره. الاشكال اهي بقى، اهي اهي اهي. في قطقم في الوش دي ب 500 ليره الواحد، اللي هو اللبني وفيه الوانه من ورا، وده كمان 500. اشكال حلوه يعني. الموديل ده برضو بصوا الوانه اهي كلها، هجيب لكم بقى الموديل من قدام، الوان كتير كتير وكلها حلوه بصراحه. اهو الموديل ده بيكون البلوزه بتاعته فيها ثلاث تربطه كده، وتحت في جيبه، هوريها لكم اهي دلوقتي. اللون مش زي في الصوره على فكره، اللون في الصوره مغمق شويه، هو اللون الكموني بس الفاتح، ب 500 ليره اهو. الطقم برضو اللي جنبه نفس السعر. هنا في رباط من جوه ورباط من بره، وده الشكل بتاعه، وبيكون طقم الزي الاخضر ده معاه بنطلون مش جيبه زي الطقم اللي جنبه، بس قماشتهم حلوه وناعمه. في نفس الموديل قماشات مختلفه. هنا بقى الالوان اهو، بصوا لبني واخضر وكحلي وبني وفضي، الوان حلوه كلها.
الشتوي بقى فوق اهو، بصوا بقى دول اهو كل ده كده 350، وهنا لسه البضاعة دي بيكملوها وبيفرشوا. ده شكل السوق كله. الشرابات ديت قلت اديكم فكرة برضو عن الاشكال الموجودة، في منها الاربعة بمية وفي منها التلاتة بمية. هنشوف شرابات كتير مع بعض برضو في الفيديو، ولاد وبنات وشباب وكده. وفي شنط السفر اللي في الوش دي، وفي خدوديات برضو للانترهات او الصالونات. ده الراجل ده بيفرش كل يوم بقى بالتوك بتاعه البنات دي، فرشه كبيره ما شاء الله ومفيش توكه ما تلاقهاش عنده. بصوا كل دول اهم. هنا الشوزات اهي، ده ب 250، في ب 280، في ب 350، 200 بتوع الاطفال الصغيرين، وفي 220. وفي الشباب الشباشب دي بقى اللي هي طبي منها، دي كل الاشكال الموجوده اهي. دي حاجات مصنوعه يدوي بيصنعوها. هنا الشرابات دي اللي لقاها في السوق يجيبها يا جماعه، حلوه انا لمستها كده تقيله وجميله، الخمسه بمية يعني سعرهم حلو، الواحده بـ20 كويس. عايزه اقول لكم بقى لو في حاجه معينه عايزيني في السوق اصورها لكم قولوا لي في التعليقات وانا اصورها لكم. يعني عايزين مثلا جوله سجاد بس، جوله ستاير بس، ملابس بس كده قولوا لي وانا اشوف. اللي قدامنا دي بقى شنط السفر، طبعا لازم تكون موجوده كذا بياع كمان، وطبعا الاسعار بتختلف حسب حجم الشنطه. الصغيره تقريبا ب600، والوسط بايه مش عارفه يعني، بس هو في الحدود دي يعني 500 600، وعلى حسب بقى كل ما تكبر الشنطه سعرها يغلى. وفي اللي هي هاند باج اهي، وفي اللي هي بتاعت الطياره، كله بقى والناس بتشتري وكده. في شوارع ضيقه زي ما انتم شايفينها كده، وفي شوارع رئيسيه كبيره بيكون المساحه اكبر والشوارع اكبر يعني. هنا تشكيله شنط اهي متعلقه كلها، هوريها لكم برده. كل الالوان بقى وكل المقاسات وزي ما انتم شايفين كده. والاسعار بقى من اول 150 لغايه 1000 1250، حسب بقى الشنطه والجوده بتاعتها والخامه وكده. السوق ابتدى يتزاحم اهو زي ما انتم شايفينه. دي التيشيرتات بتاعت الانديه الرياضيه. هنا دي بناطيل رجالي ب200 الواحد كلها للبيت. الكبات بقى والبرانيت والحاجات اللي انتوا شايفينها دي. الميزه في السوق انهم بيحطوا السعر على كل حاجه، فبيريحونا بقى ان احنا نسال. الحاجات اللي فوق دي بقى بيلبسوها بس الستات الكبار اللي هي قدامنا دي بالظبط، الستات الكبار شويه في السن بيلبسوها وهم خارجين. الموديلات اهي اللي متعلقه فوق دي، شوف البلوزات دي الوانها اهي. دي برفانات بس صغيره زي كان تيست كده، هي بتبيعهم الست دي كده، ريحتهم بتبقى حلوه يعني البرفان بس كميه صغيره. ودي كلها تشكيله التيشيرتات اهي، اللي فاتت ب100 اي تيشيرت ب100 اللي هو الشبابي. دي البلوزات ديت او التيشيرتات ديت ب150 الواحده زي ما انتم شايفينها كده اهي. خدنا من عنده اللون الاوف وايت بنص كم. هنا بقى الاشاربات والحاجات الحلوه دي، كل الالوان هتلاقوها ما شاء الله لا قوه الا بالله. كل حاجه هتلاقوها في السوق، بس انتوا عندكم وقت بس تلفوا وما شاء الله ركب بقى، ركب ورجلين كده عشان الناس تمشي. ربنا يا رب يديكم الصحه والعافيه يا رب، ويبارك لكم فيكم وفي اولادكم وازواجكم. البناطيل بقى اللي قدامنا دي في ب70 وفي ب125، وده 125 برضو. بنطلون بس من غير تيشيرت فوق. بصوا بقى السوق كله بوريكوا اهو، شوارع ضيقه والتندات زي ما انتم شايفينها كده عاملينها فوق. ده كنت فاكراه صيني، طلع ان الطبق خفيف، هو ميلامين. عنده بقى الصواني والاطباق الغرف والحاجات دي كلها ميلامين، كل الاشكال اللي قدامنا. ودول كمان. هنا المكان ده بقى كله شرابات يمين وشمال كده، كله شرابات، تشكيله كبيره، موجودين في شارع واحد قصاد بعض اهو. بصوا كل الاشكال. هنخرج بقى من الباب ده واللي هوريه لكم دلوقتي، وهنمشي في الساحه بتاعه المسجد عشان نروح مكان تاني. دي تشكيله برضو من الحاجات اللي هي بتاعه البيت، صواني بقى التقديم والحاجات الكريستال والحاجات اللي بتزين بيها البيت والنيش والسفره وكده. شكلهم حلو قوي جميل، بس بصراحه ما سالتش على الاسعار خالص.
كنت بتفرج كده. ودي القواعد دي اللي هي بتحط تحت الحاجة السخنة، شكلها شيك قوي حلوة، منها السيلفر وفي منها الذهبي. بصوا العصافير دي، الصواني دي برضو شيكة قوي بس ناعمة، هي عيبها ان هي ناعمة جدا، يعني مش عارفة هل هيحطوا عليها كوبايات ولا ايه بقى، يعني كوبايات هتتزحلق اكيد من عليها. مش دول اللي هوريهولكم من شوية، وريتهولكم من شوية ولا ايه؟ ده بياع تاني برضو جنبه، اهي الصواني اللي زي دي بقول لكم اشكال حلوة كلها وجميلة اهي. دي كلها بقى فرش بلاستيك، خرجنا من الصيني والكريستال والخزف، رحنا على البلاستيكات. اسعارها زي ما انتم شايفين اهو كده. في كوبايات برضو اهي، الحاجات بقى دي اللي بتستخدمها في المطبخ. خرجنا بقى بالباب اللي كانت وريتهولكم دلوقتي اهو، والساحة لفف عليها السوق كله، يعني في كذا مدخل للسوق من المساحة بتاعت المسجد. الساحة بتاعت مسجد السلطان محمد الفاتح كبير جدا اهو، وفي فيديوهات كتير على القناة صورت لكم الساحة وصورت لكم الحمام ومكان الوضوء ومكان الصلاة. المسجد حلو جدا جدا وكبير قوي قوي قوي، واخد حوالي تقريبا محطة اتوبيس او اكتر. دخلنا بقى من البوابة دي اهي، هنلاقي برضو سوق، وكل الشوارع اللي في وشنا دي سوق، ولو في شوارع يمين وشمال بتبقى برضو فرشين فيها. السوق كبير جدا ما تقدروش تخلصوه في يوم. هنا القطة دي كانت نايمة هنا، والكراسي دي بقى اللي بيقعدوا عليها الناس تاخد حاجة تشرب حاجة. طبعا عصير الرمان وعصير البرتقال موجود في كل الميادين وموجود في كل الشوارع، بيشربوه طازة كده ويعصروه، هنجيب منه كمان شوية. وهنا بقى الكراسي بيقعدوا عليه، بصوا الكراسي اللي من غير ظهر دي شكلها صغير كده وعسل. هنا الحاجات بقى اللي بيبيعوها جمعية الإيه، ها هم البنات والستات بيعملوا بقى الأكل طازة في البيت من قبلها بيوم، ويقفوا بيه كده اهو في السوق، والعوائد بقى بتاعتها بتروح للناس المحتاجة، العائد بتاع الأكل والحلويات والحاجات دي. اللي على الطاسة دي أو اللي هما بيعملوها دي دلوقتي اهي، كل واحد بيعمل مرحلة، بص واحدة بتقطع، واحدة بتفرد، واحدة بتحط الحشوة، واحدة بتسوي، واحدة بتلف تبيع للناس. ما شاء الله، الله أكبر، شكلهم حلو جدا ومفرح وجميل، ربنا يا رب يبارك ويوسع عليهم. العائد بتاع الحاجات دي بقول لكم بيروح لصالح فلسطين أو لصالح الناس المحتاجة حسب الجمعية بتاعت الإيه. اهو اللي على الصاجة دي اسمها جزلماء، بتكون محشية بطاطس أو سبانخ أو جبنة. احنا خدنا بوريك بالبطاطس، وفي حادق وفي حلو بقى زي ما انتم شايفين كده. بصوا الكيكات بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، طازة ازاي، هما بيعبوا وبيغلفوا وانتوا واقفين زي ما انتم شايفين كده. الحاجة دي قطشمة سادة اللي فاتت دي، ودي اللي بالبطاطس، ودي كيكات، في كيكة بالشوكولاتة وكيكة عادية. الحاجات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اي طبق سعره 50 ليرة ما عدا الجزلماء ب70. ده منطق، بيكون عجينة كده ومحشية لحمة مفرومة، وبتتسوى في بتسلق زي المكرونة كده، وبيتحط عليها صوص زبادي وصوص احمر. وزي ما شفتوا الناس من شوية قاعدين بقى حلة المحشي الكبيرة قوي دي، وكانوا بيعبوا بقى في الاطباق بالصوابع، يعني معروف عدد الصوابع كل الاطباق زي بعض، والطبق ب50 ليرة. هنا بفرجكم بقى على بقية السوق والحاجة. احنا خدنا كده الاكل، وهنقف هنا نشرب برتقال. اللي في الساقع ده معرفش ايه هو، يعني معرفش برتقال بقى وده ايه معرفش، بس احنا هناخد من ده، يمكن توت، يمكن توت وبرتقال. احنا هناخد عصير البرتقال الطبيعي ده اللي هو بيعصره دلوقتي، وحاطط كمان اهو قهوة على الرمل بتتعمل عشان بقى ايه الكيفة بتاع القهوة كده، يشربوا ويتمزكوا وبعدين يكملوا الجولة بتاعت السوق. الكوباية بتاعت البرتقال ب50 ليرة، وتقريبا الرمان زيها، بس احنا اخدنا برتقال. والناس بتقعد هنا بقى الكراسي دي كده يشربوا قهوة، ياخدوا حاجة عصير او كده. في ناس بيكونوا جايين من مناطق بعيدة، مش شرط يكونوا جايين زي ما انا ساكنة كده في الفاتح او قريبة من منطقة السوق، لا، في ناس بيجوا من مناطق بعيدة راكبين اتوبيسات او يمكن كذا مواصلة عشان يجوا البازار بتاع منطقة الفاتح، بازار الاربع، لانه يعني كبير جدا جدا وفي كل حاجة، يعتبر اكبر البازارات واشهرها، فالناس بتيجي من حتت بعيدة عشان يجوا البازار ده. زي ما انتم شايفين اهو، الخوخ 35، الموز 60، التين 70 و80، التين برسومي ده عشان لسه طالع وحلو. الفاكهة اللي قدامنا دي اللي ب 100 ليرة الكيلو، ده مش عارفاها، وبرده اللي جنبها دي مش عارفاها، لو حد عارف ايه دوت موجود في تركيا يقول لي. دي ب 70 ليرة الكيلو، ده التين اللي هو المجفف اللي بنعمله
الخشاف بتاع رمضان، وده العين جمل ب 150 ليره كيلو اللي هو العين جمل بقشره. والزيتون اهو انواع كتير كتير وكلها حلو. الاسعار زي ما انتم شايفين 140 100 120 كده. ملابس اطفال اهي، خلاص هنا ننزله الشتوي اهو كده للاطفال. اطقم حلوه وشكلها شيك بجد، والخامه بتاعتها جميله كمان، خدت منها قبل كده بس خدت الصيفي من نفس البياعه دي. تشكيله بقى من الشوزات والشباشب اهي، كوتشيات كمان. هنا بقى السجاجيد دي، المشمعات بتاعه البيت بيستخدموها في البيت، ودي السجاد التركي طبعا مشهور وفي موجود منه في مصر. السجاده الكبيره كانت ب 750 ليره، المشايه الصغيره ب 200، واللي اكبر منها بشويه ب 300 او ب 350 اهي. يعني اللي قدامنا دي بالظبط ب 750 ليره الواحده، وهحاول افرقكم على اكتر الاشكال اهي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والجوله بتاعتنا في السوق التركي النهارده تكون عجبتكم. اكتبوا لي في التعليقات رايكم ايه في الفيديو، وهستنى لايكاتكم القمر، واشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، وجولتنا في السوق التركي تكون خلصت، واشوفكم في فيديو جاي. سلام عليكم.